احمد ايه يا حبيبتي يا ماما؟ ابويا راجل كبير، ابويا انا لو جرت لي حاجه يا ماما انا مش هنسيبك مدى حياتك، عمرك كله ما هنسيبك. وحياه نعمه ربنا دي لا تحرم منها انا وعيالي، انا لا غيرنا من شحنات ولا غيرنا من حاجه، بس بطني مشاكل، بطني انا ابويا راجل كبير كل شويه تقول لبنتك عملت بنت السوق، هي بنت الناس، انا والله ما غيرنا من شحنات، انا الحمد لله انا معاي، انا الحمد لله معاي، بس هي ودكها حطي راسك كمان، اديني دوسي عليه كمان، دوسي عليه واديني كمان، اديني ودوسي واغلطي في اختي، اديني ودوسي واغلطي في ابوي، اديني ودوسي ينعل ابوها الفلوس. انا اللي دخلت الناس دي، انا اللي دخلت اختي. انا لو انا ست مش حابه الخير للناس دي انا ما كنت دخلتها، انا اللي مدخلها التوك توك. بس هي عاشت دور مش دورها. عيب عليكم، عيب عيب عيب، مليون للسنه الجايه عيب. هي بدخل ابويا راجل كبير وامي ست كبيره، تعالي انا حربيني انا، لكن تتصلي بيه وتقول لك بنتك وبش بنتك وامك وخالتك. لو بك تقول لي تعالي بقى، يعني انا لو رحت من الحين، يعني ديك انا لو رحت وراها مفروض هنعجكي، انا لو رحت ورا ابوي هناك في المستشفى راح انعجكي، صدق ما هنلقاها قدامي وهنخليها مذهل هنا، فاني خليني قاعده ساكتي لحد ما يجي فيها. الحق عليكم انتم، انا مش هنخلي حد يتدخل بيني، يعني انا مش هنخلي حد، يعني ام جود ما تدخلش بيني وبين اخواتي، يعني الناس اللي عندي ما تدخلش بيني وبين اخواتي. انا عايزه اوصل لهم فكره واحده بس حبيبتي، احنا اخوات ونقطع بعضنا نبهدل بعضنا، اخوات، لكن في ناس عندها خلل وجهل، عندها حاجة في دماغها، لا ده احنا كايدين، احنا يا ماما حبيبتي احنا كنا واحد يا ماما، كنا ماما بني ادمين، كنا حبيبتي زي بعض، ما فيش حاجة ناقصة فيا ولا فيك، كنا كده ملك لله، ربنا سبحانه وتعالى هو الملكني، ربنا سبحانه وتعالى هو الملكني. هي اللي يتدخل ده واللي يتدخل ده في الاخوات واللي يتدخل ده، وانتم مالكم انتم؟ وهي حشركم انتم بينا، وانتم مالكم؟ ما اللي عايز يدي لله يدي، واللي مش عايز ما يديش، اللي عايز يدي لله. هي الفلوس هناخدوها وراني ولا حاجه هناخدوها وراني؟ مش هناخدوا حاجه وراني، مش هناخدوا حاجه وراني. ليه الفتن؟ ليه صله الرحم؟ ليه حرام؟ ابويا انا عيان والله العظيم، والله انا ابويا عيان، اقسم بالله ابويا عيان. انتوا من غير ما تعملوا فتنه بالاخوات، انتوا من غير ما تعملوا فتنه، هو انت تدوا تعملوا فتنه؟ انت تدبلها مين؟ تدي مالي ومالك تدي وتعمليش. وعلى فكره انا شفتك تغلط هنا وسجلتك، على فكره يعني انا شفتك تغلطي وسجلتك. طب بس انا هنوريكي مين الجزمه فين، يعني انا هنوريكي مين الجزمه فين، انا ولا انت؟ بسمحش لحد يا ابني الاصول، انا ست ما بسمحش لا لام جود ولا لاي حد، انا ام جود ست محترمه ما تدخلش بين اهل، بس انا ما رضاش ليها الغلط، وانا ديكها ما وجهتلهاش كلام، يعني انا ديكها
اختي ما وجهتلهاش كلام، انا وجهت الكلام للبنجلانيه كانت قاعده على الديسك بس، عشان هي كانت تغلط. ده النبي عليه الصلاه والسلام قال الا صله الرحم. ده من يوم ما دخلتوا علينا سوا، انتوا سوا مشرفينها لقدام، من يوم ما دخلتوا علينا ده انتوا خربتوا بيني وبين اهلي كلهم. اختك ظالمه، اختك يا ستي حتى لو ظالمه، طب ما يعني ظالمه من وجهه نظر وحدي. طب ما الواحد يسال يشوف الشخصيه دي ظالمه فعلا ولا مش ظالمه. طب هي شايفاني انا، طب انا لسان من غير حاجه، طيب انا لساني طويل اه، مش هنسيب حقي اه. طب هي ظالمه، طيب طب مش ظالمه، جيت مش تشوفوها في الحياه الواقعيه فعلا ظالمه ولا هي؟ انا عمري في حياتي ما ظلمت حد، واذا انا كنت ظالمه ربنا ما يدينيش الخير اللي انا فيه ولا يدينيش البيت اللي انا فيه، وعارفه البيت ده مش هناخده وراي ده لعيالي. فاذا انا ست وحشي، فربنا ما يدينيش دي لو انا ست ظالمه. لكن انا ايه ست ايه، واما بنعمه ربك بحدث، فانا مطلع خيري. فانا قلت يا جماعه انا معايا بيت ومطلع خيري، فده عيبي فده غلطي، انا غلطي، انا فعلا غلطي. انا لو قعدت بيت ابوي في اوضه من عمري كله وما قعدتش في بيوت ولا عملت بيوت ولا حاجه، وقعدت عمري كله، كنت زمان دلوقتي مليونيره وتقولوا عليه غلبان. كنت زماني دلوقتي مليونيري وتقولوا عليا غلبان. بس انا عيب ان انا ست حقانيه، انا ست حقانيه، وانا انا انا ست سعوديه ودمي حر، مش هنحمل الغلط، انا مش هنحمل الغلط. مش زي ناس تقول لك تتلسم دي تقول ده ايوه سعوديه انا ودمي حر، انا سعوديه من سوهاج ودمي حر، انا مش هنحمل الغلط. ولو واحدة من غير تاخد امورها بسياسه، وانا انا قدراش، انا من جواي انا تعفره قدراش، انا مش هنرضى الغلط لنفسي وللغير. يعني انت غلطتي في انت معيب اصلا. بص هنقول لك على حاجه وهنتكلم عادي، مش هنغلط فيكي انت كوحدي كوحده. لو كنت صح انت تقول ان انت يعني انا مش عايزه، انت من بلدي وفعلا تقولي انت من بلدها، ما تغلطيش ببيت بلدك انت. انت ترضي حد يقول عليك ان انت جزمه وكلبي؟ ترضي حد يقول عليك ان انت جزمه وكلبي؟ انت ما رضيش على نفسك، تغلط ليه على ام جود؟ اه؟ انا ما حملتش، انا مش هنسبب فتن زي ما انت تقولي هنسبب فتن. انا ما نحملش كوحده كويتيه كوحده سعوديه، انا ما نحملش. اصل الناس دي ما عملتليش حاجه عفشي، اذا كانت الناس دي عملت لي حاجه عفشي انا نقول لك انا ماليش خلطه بيهم. انا نقول لك انا ما ان شاء الله تعملي ما تعمليهم انا ماليش خلطه بيهم ما نتدخلش. لكن الناس دي بصي عارفه لو بعيدي لو بعيده عني اه، لكن الناس دي قاعده معايا انا، الناس دي اللي عيبها هيعيبني، اللي يغلط فيها كانه غلط في انا، اللي قلب الناس دي كانه قلبي انا، كان قلبي انا، وانا بسند وطولي قدامك، مش راح اروح نجيب لك رجاله. لا يا حبيبتي انا بسندي وطولي قدامك، انا مره ها، بس قسما بالله بلد تمك ما تقدر عليه. وديني قلت لك انا هو سندي وطولي قدامك، ومش عايزه حد معاي، مش عايزه حد معاي، انا على حق. بس نقول لك كلمه وحدي، شوفي نقول لك كلمه وحدي، كلمي لا فيها جباني ولا فيها ان انا خايفه منك، لا ده ربنا سبحانه وتعالى شاهد ومطلع اللي انت حصرتيه عملتيه بيني وبين اهلي، واللي انت تفرقي بيني وبين اخواتي وبيني وبين اهلي. ان شاء الله يا شيخه يتهري كبدك بسبب عين من عيالك، حسب الله ونعم الوكيل فيك يا شيخه عصب، حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل فيك يا الصبح يا شيخ. ناس لا ترحم ولا تسيب ربنا يرحم، ناس معاش غير الجيل والقلنا والعدنا وزدنا وهات وبق وهق.